وحدها لمة الأهل وفرحة الأطفال من تمنح العيد نكهته وتجعل منه موسما للفرح، كان هذا فيما مضى. أما اليوم فإن أعياد اليمنيين صارت موسما لاستذكار المواجع والأحزان. حالتنا تعبة، حالتنا صعيبة، ومقعقعين مشردين بباها، يعلم الحال إلا الله يا أخي. هكذا لخص هذا المواطن البسيط حال العيد في اليمن. فبعد أن كان هذا اليوم موسما لالتقاء الأهل وتبادل الزيارات والهدايا، أصبحت هذه المفردات خارج إطار الاهتمام عند معظم اليمنيين في مختلف المدن والمحافظات. لا يكاد يخلو بيت في اليمن إلا ودخلته الحرب بصورة من الصور. ففي عهد الميليشيا توزع اليمنيون بين قتيل وجريح ومخطوف ونازح، وفي أحسن الأحوال فقد مصدر دخله بسبب الحرب. هذا ثاني عيد بنعيد بمأرب، العيد بمأرب حل جنب بي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت عن ارتفاع عدد المهجرين قسريا بسبب الحرب في اليمن إلى أكثر من 3 ملايين شخص، منهم من لجأ إلى خارج اليمن، ومنهم من نزح من المدن المحاصرة كتعز وغيرها إلى مناطق أخرى أكثر أماناً. النزوح الداخلي والتهجير خارج الوطن كان إحدى منغصات فرحة العيد لدى معظم الأسر اليمنية، لكن أبرزها هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي لم يستثني أحداً في هذا الظرف. فهناك آباء لم يستطيعوا رسم فرحة ملابس العيد في وجوه أولادهم، فضلاً عن ذبح الأضاحي أو السفر لقضاء إجازة العيد. تقريباً نسبة المبيعات مقارنة بالعام السابق لم تصل إلى 30%. الوضع الاقتصادي شبه منهار، سواء على صعيد الزبائن أو أصحاب رؤوس الأموال والتجار. يا صديقي، لو أدرت عدسة كاميرتك إلى الشارع ستنقل لك صورة واضحة على السوق كامل. دارت العدسة إلى الشارع ولم توثق سوى ملامح حزن سرقت الفرح من وجوه اليمنيين في وقت كان ينتظر أن يكون يوم الفرح الأكبر، لكن الحياة هنا ومنذ الانقلاب من سيء إلى أسوأ.